بص يا جماعه، في الكيوبيك فانكشن الفيرتكس يبقى اسمها بوينت اوف سنتر، هنغير ده برضو يبقى 1 وناخد اللي بره يبقى 2. الرينج بتاعها بقى ما فيهوش لا ده مونوتوني وده رينج ولا الكلام ده، الرينج بتاعها اه. طب المونوتوني بتاعها، المونوتوني بتاعها يقول لك بص بره البراكت مش جايه نيجاتيف، قول له ديكريزنج اون ار، يعني ديكريزنج على طول، لا فيها ما فيهاش انتر ما فيهاش اي حوارات، يعني هي تلاقيها رينج ار الدومين بتاعها، والله لو جايه نيجاتيف تبقى ديكريزنج، لو جايه بوزيتيف تبقى انكريز بس خلاص. طب التايب بتاعها طالما بعدت، طالما ظهر فيها براكت يبقى نعرف على طول ان التايب بتاعها، او بمعنى صح هي دايما هتيجي اذروايز. من الاخر لو كانت بس، لو كانت بس اكس باور 3 او نيجاتيف اكس باور 3، الحالتين دول بس هي اللي هتبقى ايه؟ هتبقى ود. ظهر معاها اي نمبر هتبقى اذروايز. ظهر معاها بقى اي نمبر، ظهر براكت، ظهر اي حوارات معاها نمبر براكت اعمل دي، اعرف انها تبقى اذروايز. مستر نمبر، يعني نمبر اللي هو البلس 2. 1 و 2 والحاجات دي، هي طبعا هو عمره ما هيجيبها لي اكس باور 3 بس، هو عمره هيجيبها لي كده، هيقول لي جراف ذا فانكشن اف اوف اكس ايكوال اكس باور 3، هي دي الحاله الوحيده اللي هتبقى فيها اوت، دي الحاله الوحيده او نيجاتيف اكس باور 3. ظهر بقى معاه 1 مش عارف اتحطت في براكت، حصل لها اي حوارات خلاص، فهي نيذر ايفن نور اوت. عشان كده هي دايما هتبقى ايه يا جماعه؟ هتبقى نيذر ايفن نور اوت. طب نرسمها كده ونشوف. عشان كده بقول لكم هي سهله جدا. اه هي البوينت اوف سيمتري بتاعتها ايه؟ 1 مع 2 اهي. طيب الكيرف بقى يا جماعه، هي جايه نيجاتيف، احنا قلنا النيجاتيف هي اصلا لها رسمتين، لو هي بوزيتيف تلاقيها عامله كده، لو هي نيجاتيف تلاقيها عامله كده اهي، ده البوزيتيف بتاعها وده النيجاتيف بتاعها. هي جايه لي نيجاتيف خلاص، يبقى هتاخد المنظر ده، اجي من الفيرتكس. بص يا جماعه هو عامل كده، هو المفروض اكمل كده يعني، بس احنا ما بنكملش دي بقى، ده بنكون بنعمل بارابولا، وانت في البارابولا مش بتعمل كده وبتعمل كده، لا ما تعملش الناحيه دي، يعني هو ده الكيرف بتاع عامل زي التعبان كده 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 بس اترسم. عشان كده يا جماعه الرينج بتاعي ار ليه؟ بصوا كده، لان هي من تحت قصاد نيجاتيف انفينيتي ومن فوق قصاد انفينيتي. طب ما هو من نيجاتيف انفينيتي لانفينيتي يعني اه، عشان كده الرينج بتاعه اه. طيب لو انا جيت ارسمها من الشمال لليمين، هي عامله زي التعبانه اهي، لو انا حطيت نقطه شمال كده ونقطه يمين كده وجيت اوصل، هلاقي ايدي نازله وبعدين ايدي مكمله نزول برضه، يعني ايدي نازله على طول، فعشان كده ديكريزن. بدل كلمه على طول بنقول اون ار او اون اتس دومين، تمام كده. اذروايز ليه؟ لان هي بعدت عن البوينت اوف سيمتري، هي لو كانت جايه عند البوينت اوف سيمتري وده مش هيتحقق الا لو كان اسمها اكس بار 3 بس او نيجاتيف اكس بار 3، لو جايه كده على البوينت اوف سيمتري كانت بقت ايه؟ اود. لكن هي اصلا بعدت، طالما بعدت في اي مكان، وعشان كده قلت لكم لو جه مع اي نمبر اي براكت اي حاجه، هو طبعا عمره ما هيجيبها كده الا لو جاب لي بقى سؤال تشوز ويقول لي هي اف اوف اكس، وده مش هيحصل يعني، ايكوال نيجاتيف اكس بار 3، هي ايفن ولا اود؟ هقول له اود. هو عمره ما هيقول لي كده طبعا، اكيد لازم يجيب لي معاه نمبر وبراكت والهيصه دي، فاهمين يا جماعه؟ فهتبقى دايما نيذر ايفن نور اود. نبص بقى على الايه؟ على اللي هي الفراكشن. عشان كده قلت لكم يا جماعه اللي فهم الكوادراتيك الدنيا بقت سهله معاه. الفراكشنال بيعملها ازاي بقى؟ اللي فيها فراكشن هيجيب لي فراكشن، يعني هيقول لي ايه؟ اف اوف اكس، بصوا بقى يا جماعه يميل لي ايه؟ هجيب لكم الشكل العام بتاعه 1 اوفر اكس ماينس 2، عاملها لكم برضه 1 و2 زي اللي فات. بس بيجيبها ازاي؟ ما بيجيبش براكت بقى، بدل ما بيجيب لي براكت، يعني مثلا في الباور 2 كان بيعمل لي كده، لا بدل البراكت ده بيعمله ديمينيتور، بيعمله تحت وبيحط لي فوق هنا اي نمبر بقى 1 2 3، غالبا بيحط 1 تمام. طيب طلع الفيرتكس، بس الفيرتكس ما اسمهاش فيرتكس بقى، اسمها زي الكيوبيك
لذلك الابسوليوت هي والبار 2 شكل بعض اسمهم فيرتكس، دي والكيوبيك اسمهم بوينت ايه؟ اسمهم بوينت اوف سيمتري. طب هل هو هيدقق معاك في امتحان على كلمه بوينت اوف سيمتري ولا فيرتكس؟ لا ليك انت بس، عشان ما يجيش يجيب لك في تشوز كلمه بوينت اوف سيمتري انت تستغرب ايه اللي بيحصل يعني. هي الفيرتكس يعني، بس مع دي ومع كيوبيك اسمها بوينت اوف سيمتري، بس مش قصه يعني. ماشي، البوينت اوف سيمتري حد يعرف يقول لي تبقى كام يا جماعه؟ انا عايزكم تتخيلوا ان ده كان البراكت. ها حد يعرف يقول لي؟ مش احنا كنا بنغير الرقم اللي جوه البراكت وناخد الرقم اللي بره زي ما هو؟ هي نفس القصه، هو اعتبر ده كان هو البراكت، يعني اعتبر لي ده كده ان ده هو، مش هيجيبه لك في البراكت بس اعتبر ان ده البراكت، غير لي الرقم اللي جوه البراكت وخد لي ده زي ما هو. طب تعالى نجيب الرينج، احنا قلنا الرينج يا جماعه شغال على مين؟ ده مونوتوني وده رينج. دي بقى شغاله تحسوا الكيوبيك فانكشن الوحيده اللي في سكه لوحدها، لكن دي شغاله طبيعي جدا، ده الرينج وعايز اجيب المونوتوني عادي. طيب بص بقى، هي دي ميكس بين الفانكشن، ازاي ميكس يعني؟ يعني الرينج هتلاقيه شغال على دي برضه. تمام؟ طيب خدوا بالكم بقى، بس تحس ان هي واخده حته من ايه؟ من الكيوبيك فانكشن. مش الكيوبيك فانكشن يا جماعه كان الرينج بيبقى ار؟ بصوا عشان هي هتشترك مع الكيوبيك في حاجات وهتشترك مع الفانكشنز العاديه في حاجات. هتشترك مع الكيوبيك في ايه؟ في ان فيها كلمه ار ذا كيوبيك. هتشترك مع الفانكشنز العاديه في ايه؟ في ان الرقم ده بيمثل الرينج والرقم ده تابع للنمبر. بس هنقوم قايلين ايه بقى؟ بص ار اكسبت يعني مش تو انفينيتي بقى زي الفانكشن العاديه اللي هي بار 2، وهنشوف دلوقتي من خلال الرسم بس بقول لكم لو عايزين نجيبها من غير ما نرسم. طب المونوتوني ايه نظامها يا جماعه؟ عامله زي الكيوبيك اكتر هي شويه، يعني هتبقى ديكريزنج يعني هتبقى انكريزنج. هي جايه دلوقتي ال1 ده جاي بوزيتيف، طالما جاي بوزيتيف خدوا بالكم بقى هتبقى هي ايه؟ هتبقى هي انكريزنج، هتبقى سوري ديكريزنج، يعني هتبقى عكس ده. هي ارخم واحده فيهم دي خدوا بالكم، لو جايه بوزيتيف هتلاقيها ديكريزنج وبتتقال على مرتين، هقول لكم ليه الكلام ده دلوقتي. يعني مش بنقول ديكريزنج واحده، لا بنقول ديكريزنج ديكريزنج. ونكتب برضو الانترفال، بصوا نيجاتيف انفينيتي وانفينيتي، وده الرقم بتاع المونوتوني 1 برضو. يعني بصوا يا جماعه تحس انها واخده من كل الفانكشنز، هي واخده الحته بتاع الانترفالز والحته بتاعت ان التو تبع الرينج دي من الفانكشنز الطبيعيه اللي هو الباور 2 والابسولوت، واخده من الكيوبيك كلمه الار وكلمه ان هي ايه؟ يا ديكريزنج على طول يا انكريزنج على طول كده، بس هي بتعكس، لو هي جايه بوزيتيف يبقى ديكريزنج ديكريزنج، لو نيجاتيف تبقى انكريزنج انكريزنج العكس. طيب التايب بتاعها، التايب بتاعها برضه عامله زي عامله زي زي زي, زي الكيوبيك. الحاله الوحيده اللي تيجي فيها اود لو جت كده او جت كده، تبقى في الحاله دي اود زي الكيوبيك، يعني لو جت بيور كده معاش اي نمبر، جه بقى معاه نمبر زي ده نمبر زي ده الكلام ده تبقى ايه؟ اذر وايز. طب ده كده من غير ما نرسم، طب تعالى نرسمها كده. فين 1 و 2؟ ادي ال 1 وادي ال 2، ادي النقطه يا جماعه. بس بصوا بقى هي في رسمتها يعني لها نظام شويه. البوينت يا جماعه اعمل لهم اعملها زي ايه؟ بصوا اعملها زي 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 بلس صغيره كده عشان بس تظبط معاك. تظبط معايا ازاي؟ يعني في ناس بيعملها زي اكسس كده ايه؟ بس يعني منقطين كده عشان تظبط مع الرسمه. ليه بقى؟ لان هي عامله زي الهلال، يعني منين ما البوينت تروح، يعني البوينت جت هنا يعمل لها الاكسس دول، البوينت جت هنا مثلا يعمل لها الاكسس دول، البوينت جت كل ما تروح في حته يعمل لها الاكسس دول. هقول لكم ليه. هي دلوقتي يا جماعه جايه بوستف، احنا قلنا بوستف يعني بتبقى هلال في الاول، بصوا تمشي من جنب الاكسس دي، بصوا كده وتقوم حاول كده وتمشي من جنب الاكسس الوهمي اللي انت عامله كده، وقرب ما تيجي عند النقطه تحود وتنزل كده. ده ليه؟ ده عشان هي جايه بوستف.
طب لو كانت جايه نيجاتيف كنا عملنا هلال هنا وهلال هنا. طب تعال نشوف بقى ليه بقى البروبرتس بتاعتها بالمنظر ده. هي فعلا لو انت جيت تجيب الرينج، بص يا جماعه هي ممتده لحد، المفروض ممتده لحد تحت هنا، فهنا هي عند نيجاتيف انفينيتي، احنا قلنا الرينج بنجيبه على الواي اكسس. طب ومن فوق هي مكمله كده على فكره، يعني اخرها فوق عند ايه؟ عند انفينيتي. عشان كده هي واخده من نيجاتيف انفينيتي لانفينيتي، يعني واخده الار كله. بس ما عدا يا جماعه ما فيش رسم عند ال2، هي ما وصلتش ال2، خدوا بالكم. هي فوق ال2 وتحت ال2، هي ما وصلتش عند ال2. عشان كده يقول لك الرينج بتاعها ار كلها ما عدا عند ال2. طيب لو جينا على المونوتوني بتاعها، ايه اللي خلاها ديكريزن؟ تخيل ان احنا بنرسم الفرع ده كده من شماله ليمينه، هتلاقي ايدك نازله على طول اهي ديكريز. طب تخيل انك بترسم الفرع ده اللي عامل كده ده، اهو ادي الشمال وادي اليمين، الفرع ده اللي عامل زي الهلال التاني ده، وانت بترسمه هتلاقي ايدك نازله على طول. طب ايه اللي خلاهم يكرروها ديكريزنج ديكريز؟ عشان بس الفرعين منفصلين، يعني بصوا الهلال ده في حته والهلال ده في حته. قال لك ما يصحش نقول ديكريزنج واحد، نقول لده ديكريزنج ونقول لده ديكريزنج. والمونوتوني معروف كده كده بيتاخد على الاكس اكسس، من نيجاتيف انفينيتي لحد نمبر 1 اللي هو على الاكس، وبعدين من نمبر 1 لحد انفينيتي. طب ايه اللي خلاها نيذر ايفن نور اود؟ لان عشان تبقى اود لازم تكون جايه كده يا جماعه، من جنب الاوريجن، لازقه جنب الاوريجن كده، الاوريجن بوينت عامله كده، هي عامله لها كده. هي عمرها ما هتيجي كده طبعا الا في حاله واحده، لو هي 1 اوفر اكس او نيجاتيف 1 اوفر اكس. تمام؟ فهي كده بعدت عن الايه؟ عن الاوريجن. ده ببساطه يا جماعه انا برضو هديلكم عشان في ناس بيقول لي ما بعرفش اطلع الهوم ورك، انا هعمل لكم انا هوم ورك. يعني انا هكتب لكم انا مسائل هوم ورك تبقى لما معاكم الليله كلها. تمام؟ وخلي هديكم فكره برضو عن الانفرس فانكشن بس عشان كله ما يخشش في بعض، بس هي سهله، هديكم فكره بس عشان بديكم مدى تفاهتها الانفرس فانكشن. هكتب لكم بس على ده هوم ورك كده عشان في ناس بيقول لي ايه ما بعرفش اطلع الهوم اهو. مفيش مشكلة. هناخد واحدة على كل واحدة. يعني هقول اكس بار 2، صغر بقى في الأرقام، أنا بفري. هركز على اكس بار 2 قوي عشان هما بيحبوها جدا في الامتحانات. اكس ماينس 2، اكس بلس 2 بار 2 ماينس 1. أحط هنا نيجاتيف. هناخد واحدة على الأبسوليت فاليو. اكس بلس 3 ماينس مثلا 4. هناخد واحدة على الكيوبيك اكس ماينس 2 باور 3 بلس 1 بلس 3. خليها نيجاتيف من هنا، يا جاي هنا نيجاتيف مش خليها كده بوستر. هاخد واحدة على الفراكشنال اهي 1 اوفر اكس بلس 3. طب المفروض يا جماعة ما كانش جه نمبر هنا، كنا هنعكس ده برضه نيجاتيف 3 ومفيش نمبر هنا يبقى 0، اعتبر بس ان ده البراكت. لا هقول لكم انا بلس ايه؟ او ماينس 2. ماشي؟ يبقى ده خلي ده يا جماعه ايه؟ خلي ده هوم ورك. خلاص؟ عشان ما حدش يقول لي مش عارف ان هو. اقول لكم على حته خلي لي بس دول. ما تقعدش تتوه، تحل بقى في كل الموجود. خلي لي بس دول. دي الحاجات الرئيسيه. لو ظهر اي حاجه غريبه هتقابلنا في الامتحانات ما تقلقوش. طيب ايه بقى الانفرس فانكشن دي عشان اعرفكم قصتها بس ببساطه. عشان بس ما اشوقكوش لها للحصه الجايه. هي سهله بس المره الجايه برضه ممكن اقول عليها اكزامبلز تاني. ان انا لو قلت لك فانكشن مثلا اف اوف اكس ايكوال 2 اكس بلس 3، مش انا عارف يا جماعه ان اف اوف اكس اصلا اسمها واي، يعني كده في الطبيعي اف اوف اكس معناها واي. كل ما عليك يا جماعه ان لو قال لك فايند الانفرس فانكشن بيرمزوا لها بايه؟ بيرمزوا لها بالرمز ده.
يعني بدل ما اقعد اكتبه كلمه انفرس فانكشن، دي الفانكشن العاديه اسمها اف اوف اكس، الانفرس فانكشن اسمها اف نيجاتيف 1 اوف اكس. طب بيجيبوها ازاي بقى؟ دي الفانكشن العاديه، انا بس قلت الاف اوف اكس معناها واي. كل ما علينا بيعمل حاجه، بيسمي يغير الاسماء، يسمي الواي دي اكس ويسمي الاكس دي واي. مفيش اي مشكله لحد دلوقتي. ويرجع يجيب الواي دي من اول وجديد. يبقى هيبدل الاسماء. سمى دي، سمى الواي دي اكس وسمى الاكس دي واي. انا بديكم فكره عنها بس المره الجايه نضرب عليها. مفيش اي فن. سمى الواي دي اكس وسمى الاكس دي واي. ويرجع يجيب الواي من اول وجديد. طب لو انت عايز تجيب الواي من اول وجديد يا جماعه، مش انت هتبني ال 3 كده بعكس الساين؟ تبقى اكس ماينس 3 ايكوال تو واي. وهترجع تنقل ال 2 دي بالديفايدد عشان هي معموله تايمز. يبقى واي ايكوال اكس ماينس 3 اوفر 2. الواي الجديده اللي طلعت دي يا جماعه مش زي الواي الاصليه. الواي الجديده دي هي اف نيجاتيف 1 اوفر اكس. بكام بقى؟ باكس ماينس 3 اوفر 2. يبقى هو عايز الاف نيجاتيف 1 اوفر اكس، اقول له بقى اف نيجاتيف 1 اوفر اكس ايكوال اكس ماينس 3 اوفر 2. لكن اف اوف اكس نفسها اسمها ايه؟ 2 اكس اوفر 3. بس ده ببساطه يعني الموضوع، وممكن نتدرب عليها تاني المره الجايه. بس انا بتكلم يعني دي ببساطه ان هي الواي بتسمي نفسها اكس والاكس بتسمي نفسها واي، بيبدلوا الاسماء يعني. ونرجع نجيب الواي الجديده دي من اول وجديد. نجيبها ازاي بقى؟ ننقل الرقم اللي جنبها ونعمل ديفايد للنمبر اللي لازق فيها والحاجات دي. اللي هتطلع جديده دي، الواي الجديده دي بقى هي الاف نيجاتيف 1. بس ببساطه موضوع الاندكس يعني مش موضوع صعب ولا، بس دي طبعا اديتكم بس فكره عنها. المره الجايه هنتدرب عليها، نحل بقى امتحان على الطيور ان شاء الله، واللي واقع منه اي حاجه من خلالها هنظبط بس البيور والابلايد. ما تقلقوش الابلايد ما تاخدش مرتين على فكره، مره للفورسز والفيكتورز، وممكن تاخد مره والله. الفورسز اصلا ما فيهاش اي حاجه اساسا، ولا الحاجات بتاعت السوليد فيها حاجه، البيراميد كام قانون بس كده وشكرا. تمام؟ يعني هي بكتير، او تاخد مرتين الابلايد، ما تقلقوش منها خالص يعني. يعني الابلايد دي انا حاسس ان هو حاطينها عشان تجيب لكم درجات يعني، سهله جدا، لا تقارن خالص بالبيور. تمام؟ طيب ماشي يا جماعه، اشوفكم المره الجايه. الهوم ورك بعت اهو خلاص، يعني عشان بس ما تقعدوش تتوه في الكتاب، حلوا لي بس انتوا المسائل دي، مش عايز منكم اكتر منها. لان طب طلع لي طبعا المونوتوني والحاجات دي، مش هديكم هوم ورك على دي لحد بس المره الجايه نقول عليها مسائل. طيب ماشي يا جماعه، سلام.